هاي متابعيني، كنتمنى انكم تكونوا في الف خير. مرحبا بكم من اول وجديد في قناتي هند حافو. الى اول مره كتشاهدوني دخلوا القناه، ضغطوا على زر الاشتراك، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديدي. في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم اول تبحيره غادي نديرها مع لافامي ومع الحباب، واكيد غادي نحتاجوا مجموعه ديال التجهيزات. واول هاد التجهيزات هو اننا خصنا نوجدوا حقيبه السفر ديالنا. فبلا ما نطول عليكم، لكن نبغيكم تتابعوا الفيديو حتى النهايه. بالنسبه لحقيبه السفر ديالي، غادي ناخذ معايا هاد جوج ديال الكسيويات ديال البحر، واحده ديال ميني وواحده ديال ميكي. خديت معايا جوج ديال لي تيشيرت، الاوليه هذه في الغوز والثانيه في الكحل. غادي نلبسها مع هذه الفوقيه هذه ديال التراوزز. حكديت جوج، واحده في البلو كلير واحده في البلو فونسي مع التراوزز ديالها. خديت معايا القنيديرات، خديت هذه الاولى، هذه مقطعه على اليدين، هذه دومي مانش، والثالثه حتى هي دومي مانش. هادو القنيديرات ندور بهم في الدار. هادي قندورة ديال الصلاة، وبلا ما نساو البيجاما، وبلا ما نساو بيان سور هادو اللي كنطفو بهم الودينات ديالنا. ديت معايا هاند اند بادي كريم، كانت جابتو لي خالتي من اوريفلام. هادي الكريمة ديال اليدين حتى هي من اوريفلام. هادي عاوتاني الكريمة ديال اللحم من بعد الدوش، حتى هي جبتها لي خالتي من اوريفلام. خديت الموارد بيان سور، شيت سنان ودونتيفريس، الكريمه ديال الشمش، لاننا بحكم لابو ديالي ساش فدغيا كتشد فيا القيله. الكيس، خديت المرايه والمشيطه ديالو، هذه كنت خديتها من السوق، يعني اللي كيبيعوا داكشي ديال 5 دراهم. حتى هذه عاو كذلك الصابونه ديال الحليب والعسل، وهاد الصابونه هذه حتى هي عاوتاني خديتها من اوريفلام، جبتها لي خالتي مع هاد الكريمه هذه. بيان سور كلينكس، ديت معايا هاد الصنيديله هذه، ولا زيس بادري، وبلا ما نساو بطبيعه الحال النظارات الشمسيه. خديت جوج ديال النظارات الشمسيه اللي غادي نبدل فيهم. بالنسبه لي زاكسيسوار، ديت هاد الكولي هذا، الكولات ديال الشعر، البغاسلي، ولي بوكل دوغي من الحجم الصغير كيف كتشوفوا، ومن الحجم الكبير. اضافه للقطن، دولي بخان ديال الالف، ومضاد العينين، واللصيقات الى شي واحد فينا دبروا الصباط او تجرح لا قدر الله. هذه كاش مايو، جمعت فيها لي دو مايو اللي خديت معايا، وهذه الفويطه. والحاجه الوحيده اللي ما نقدرش نستغنى عليها، وخصوصا ملي كنكون مسافره، واللي هو البيسي ديالي، الشارج ديالو، الكابلي باش اي حاجه صورتها في لو تيليفون كنحاول نقلها لو بيسي باش كنمونطي على خاطري. الشارج ديال لو تيليفون بيان سور، و لو تريبي اللي كنت خديته من جوميه باش نفلوغي في الراحه ديالي. كنتمنى انكم تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في نهار جديد، وهذا هو النهار اللي غادي نسافروا فيه باذن الله للصبيحات. فالله يوصلنا على ألف خير، ويوصل جميع المسافرين على خير. كيف كتشوفوا معايا الفاليز ديالي هي واجده، خديت معايا الحفيظه هذه ديال اديداس، هي كنت فيها الباس ديالي. فهاد الشيء اللي كاين، فهانتوما معنا. المهم من جديد دخلت على النوم. لقد الكافيه عند نور دين المغرب.
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. هاي، واخيرا وصلنا للصحات، وبالتالي غادي نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. هذا ما كرهتكمش انكم تبارطاجيوه مع خوتكم واحبابكم وكاع الناس اللي كتبغيو. نتلاقاكم باذن الله في الجزء الثاني ديال هذا الفيديو. هذا خليت لكم الراحه، تبقاو على الف خير.